تعالوا دلوقتي نروح مع بعض كده لتقرير. الحقيقة هنشوف نقاط المنع من قبل الإدارة العامة للمرور لمنع صعود سيارات النقل الثقيل أعلى الطريق الدائري خلال توقيتات الحظر. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية ونهاية الأسبوع. وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق قرار حظر سير سيارات النقل التي تزيد قوتها عن 4 طن على الطريق الدائري من الساعة 6. الحسم في التعامل مع أي مخالف لحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري شعار رفعته وزارة الداخلية من خلال تعليمات مشددة للخدمات الأمنية، بخاصة نقاط الارتكاز المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى الطريق الدائري، تقوم بتوجيه السيارات إلى طرق بديلة وتمنع صعودها إليه في أوقات الحظر، والتي تبدأ من 6 صباحا إلى منتصف الليل لحمولة أكثر من 4 أطنان. دي نقطة ارتكاز على طريق إسماعيلية الصحراوي لمنع صعود سيارات النقل الثقيل أكثر من 4 طن على الطريق الدائري، تنفيذا لقرار حظر سير النقل على الطريق الدائري من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة اتجاه المخالف لهذا القرار. نقاط الارتكاز هذه الموجودة على مسافات من الطريق الدائري ساهمت في منع النقل الثقيل من الوصول إليها، مما أدى إلى تحقيق انسيابية كبيرة في كل قطاعاته، مع وجود ارتكازات ثابتة لرصد أي نقل ثقيل يخترق قرار الحظر والتعامل معه. بيتم تنفيذ القرار بكل حسم، ويكاد يكون الطريق الدائري بأكمله خالي من أي سيارات نقل ثقيل بتزيد حمولته عن 4 طن، وكل ده عشان نهدف لزيادة أمان المواطن في سير المركبات على الطريق الدائري. وزي ما انتم شايفين كده هوت في سيولة تامة في حركة المرور، وان كل المواطنين يستطيعوا ان يسيروا بالمركبات بتاعتهم في امان بدون اي وجود مخاطر من سيارات النقل الثقيل. تطبيق هذا القرار مع دخول الدائري الإقليمي الخدمة كبديل يستخدمه سائق سيارات النقل الثقيل يوفر لهم الوقت أدى إلى ارتياحهم، وهو ما عبروا عنه. كما أثنى المواطنون على القرار الذي سيقلل من الحوادث التي يسببها النقل الثقيل ويحقق الانسيابية مع قرب دخول المدارس. هو موضوع الحظر ده كويس طبعا لسلامة البلد وسلامة الطلاب ودخول المدارس والكلام ده. انا لو في نقله مثلا داخل القاهره او الجيزه بعمل حساب ان انا امشي في وقت مش بتاع الحظر، يعني ابدا مثلا من 12 بالليل اخلص مهمتي واطلع قبل مثلا الساعه 6. ولو انا مثلا شغلي من هنا بطلع الاقليمي، الاقليمي كويس بيوفر معايا وقت كويس وما بيستهلكش العربيه وما بيخلينيش استهلك فرامل كتير. والله ده احسن قرار ممكن يتاخد، لان انا ولادي احنا في الشروق وولادي مدارسهم في التجمع، وكانت مشكله بصراحه كنت على طول ببقى قلقانه لما بيركبوا الباص بسبب الحوادث اللي حصلت قبل كده عشان عربيات النقل. يا ريت النقل ما يكونش موجود في الطرق اللي فيها عربيات ملاكي واطفال والكلام ده كله خالص، احنا بنترعب لما بنشوفها اساسا. انا بشوف كمان دايما بيبقوا موجودين الصبح بيوقفوا فعلا عربيات النقل، الطريق اسلك بكتير.